لهمومهم وتطلعاتهم ووضع وتدشين المشاريع التي تعود عليهم بالنفع العميم وإطلاق المبادرات والأوراش الكبرى لبناء مغرب الديمقراطية، مغرب الحداثة، مغرب المساواة. فمذهب الحكم لدى جلالة الملك نصره الله يقوم على خدمة المواطن وتحصين هويته وصيانة كرامته والتجاوب البناء مع تطلعاته يوم الجمعة ومواصلة العمل الجماعي من أجل مغرب 13 أكتوبر مغرب التنمية والمساواة 2023 الحقوق والواجبات. الله ينصر سيدنا محمد السادس. اهتمام وحرص وعناية طهور إن شاء الله من كل سقم ومن كل وجع يا سيدنا. الله ينصرك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرجع بلادنا مخلفا آلاف الشهداء والعديد من الجرحى شهداء الله. قد كان المصاب عظيما الفقيه السوسي المغربي رشيد اكادير رشيد الشاوي الله ينصر سيدنا ومن الشرق الى البلاد الى غربها يطول في عمر سيدنا الله يشفي سيدنا الا ما كتب الله لنا صدق الله العظيم. واننا ندعو عز وجل ان يثبت ارضه رحمه بعباده الضعفاء والمساكين فهو ارحم الراحمين. واذا كان الزلزال يخلف الدمار فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الأمان. إذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإصرار في التأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية. ورغم هول الفاجعة فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز ما أبان وربح الرهانات التي تواجه بلادنا إنجازات. الفقيه السوسي المغربي رشيد اكادير رشيد الشاوي الله ينصر سيدنا الله يطول عمر سيدنا فرح كبير في مشاهدة هذا الشريط باش تش بكري ولكني نموذجا يحتذى ومضرب الامثال الله ينصر سيدنا الله يطول عمره الله يشافيه الفرحة الكبيرة هذه إلى اشتي ولي الأمر بصحة جيدة ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني الله ينصر سيدنا والله ينصر ملكنا محمد السادس والأسرة العلوية الله يوفق محمد السادس نصره الله. قطعت المملكة أشواطا هامة وعاش الملك والموت للأعداء الوطن حرص جلالة الملك حفظه. الله ينصر سيدنا الله يطول عمر سيدنا تحية العلم على نغمات النشيد الوطني الله يشافي سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاش الملك محمد السادس موصوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير أمير المؤمنين وموصوفا بصاحب السمو الملكي الأمير عاش مولاي رشيد وعاش مولاي الحسن الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية لجلالة الملك وعاشت الأسرة العلوية مناسبة وموعد سنوي هام في مسار الديمقراطية ببلادنا
تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لدفاع قضايا الوطن ومصالحه العليا. وخير الختام قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم والسلام عليكم. صدق الله العظيم. الله الوطن الملك ما ينصرك.